أنفسها بأصواتها الكثيفة، فهل أي منها حيواننا السري؟ بالطبع لا، في الحقيقة للحيوان السري سمعة قتل بعض حيوانات المزارع. رغم أن القط البري يشبه القط المنزلية كثيرا، إلا أنه يملك سمعة قتل الحملان، ولقد عاش القط البري في الماضي في جميع أنحاء أوروبا، لكنه الآن يعيش فقط في الغابات النائية في بعض الهضاب الأسكتلندية. القطط البرية نادرة جدا وهي تصطاد ليلا، وكالقطط الأخرى تهاجم فريستها عن طريق الكمائن، حيث تتسلل خلسة ثم تقفز عليها باستخدام أسنانها الحادة وتقتلها. سبحان الله. ومع أن القط البرية يتصف بالسرية، لكنه